اللي يحبون كيك التفاح أو تارت التفاح، لا تفوتكم هذه الوصفة اللذيذة. نشوف مع بعض الطريق. حياكم الله جميعا، أسعد الله أوقاتكم. بسم الله، بجهز معكم كيكة التفاح اللذيذة. بحتاج إلى 3 تفاحات كبيرة، وإذا كانت صغيرة تحتاجون 4 كوب سكر، ممكن تقللونه إلى 3/4 أو نص، 3/4 كوب زيت، 2 بيض، عندي ملعقة بيكنج بودر كبيرة وملعقة فانيليا، عندي قشطة للوجه، وعندي 2 كوب طحين منخولة مع رشة ملح. أخلط المواد السائلة، صب على المواد الجافة، نفردها في صينية وتحطونها في قوالب تارت. بعد ما نفردها نحط عليها القشطة، نرش عليها شوي سكر، تحطون على التفاح المبشور، ترشون عليها قرفة، تدخلونها الفرن، تخبزونها فرن متوسط الحرارة 180 درجة لين تستوي من تحت فقط. وبعد ما تبرد تقطعونها وتاكلونها بألف صحة وعافية. بسم الله، توكل على الله. أضيف البيض، 2 بيض، يفضل أنها تكون متوسطة أو كبيرة، إذا كانت صغيرة ممكن تحطوا 3 حبات. أضيف عليهم ملعقة الفانيليا، 3/4 كوب زيت، والسكر 2 كوب أو 3/4، ممكن تخلوا منه شوي إذا كان كثير. أخلط المواد هذه مع بعض وأرجع لكم إن شاء الله. أضفت المواد السائلة على الطحين ونخلطها، وتقريبا العجينة ترى مشابهة لعجينة البيتي فور أو البسكوت، تقريبا مشابهة لها. بعجنها وارجع لكم إن شاء الله. شايفين قوام العجينة؟ نفس عجينة البيتي فور، نفس العجينة تقريبا كذا، تكون لينة شوي. عندي هنا صينية متوسطة، نفرد العجينة فيها كلها، نبسط العجينة على ورق زبدة أو تدهنونها بزيت، يفضل لو كانت معدن ترى أفضل، بس اليوم بجربها في التيفال هذه. بفردها وأكمل إن شاء الله معكم. ممكن تساوونها بالعجلة كذا عشان تكون مبسطة، زي ما قلت ممكن تحطونها في قوالب، قوالب تارت. عندي هنا قشطة، قشطة طازجة وقشطة قشطة معلبة، نفردها على سطح العجينة، علبة وعلبتين حسب الكمية اللي بتصلحون. إذا بتصلحون مقدار كامل ممكن تحتاجون 2 قشطة وعلبة ونص تقريبا. أنا عندي هنا 2 علبة يمكن ما أحتاجها كلها. طبعا هذه طريقتها نفس اللي الوصفة اللي أخذت من صاحبتها، أو الورقة اللي لقيت في كيسة الخياط، عشان كذا أنا دائما أسميها كيكة الخياط. طبعا التفاح بدون طبخ تحطونه نفسه زي ما هو مبشور على الوجه، شوي سكر بودرة بس لتحلية القشطة. جربتها مرة بدون سكر ماشي، لازم تحطون رشة سكر على الوجه. وعندي هنا التفاح المبشور، نوزعه على سطح أو على القشطة كذا، توزعون التوزيع على سطح العجينة كلها، 2 تفاحتين 3 4 حسب حجم التفاح اللي عندكم. أحيانا 3 تكفي، إذا صغيرة ممكن تحتاجون 4 تفاحات. أكمل وأرجع لكم. بعد ما حطيت التفاح كله على الوجه، عندي هنا قرفة بودرة مطحونة، ترشون على الوجه قرفة، تدخلونها الفرن
استمتعوا بالطعم والريحة اللذيذة. الله يكتب أجر صاحبة الوصفة من حيث لا تحتسب. لقيتها في الكيس حقها واخذتها وصلحتها، ومن زمان ترى، من كم سنة، كل ما سويتها دعيت لها الله يكتب أجرها وأجركم جميعا يا رب على من ينشر الوصفة ويستفيد منها. خلاص كذا ما شاء الله تبارك الله، ندخلها الآن الفرن. أشوفكم إن شاء الله بعد ما تطلع. هذه كيكة التفاح ما شاء الله تبارك الله، لو توصلكم الريحة. طبعا حمرتها من الأسفل فقط من غير تحمير من الأعلى، تشوفون الجوانب كذا خلاص تحمرت، طفون عليها، تدخلون في الصينية، تحطون في قوالب التارت الصغيرة، تقديمات فردية، تطلع بعد حلوة لكنها لذيذة جدا، والريحة ما شاء الله. الله يكتب الأجر صاحبتها ولنا ولكم جميعا. بعد ما تبرد نقطعها إن شاء الله تشوفونها معنا. هذه كيكة التفاح اللذيذة خلصناها معكم، من ألذ كيكات التفاح اللي ذوقونها. جربوها بالصحة والعافية علينا وعليكم. اللي بيجربها بيد من كيكة التفاح اللذيذة، ما راح تلقون ألذ منها. بسم الله. طرية لذيذة غنية بالنكهات، أعجز عن وصفها صراحة، أعجز عن وصفها من لذاذتها. وبالصحة والعافية علينا وعليكم، ما شاء الله تبارك الله.